الجولة الثانية لتصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 وعنوانها أنقذوا منتخب مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. هنستكمل مع بعض أحداث الجولة الثانية لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، واللي ما شافش حلقة أحداث الجولة الأولى هيلاقي الرابط موجود في الوصف. الجولة ديت أهم حدث حصل فيها هو إقالة المدير الفني لمنتخب مصر حسام الدبيري، القرار اللي جه متأخر سنين، وكمان مش عارف إيه سبب تعيين حسام الدبيري. كان الأولى اختيار حسام حسن أو حسن شحاتة على الأقل. المهم ان بعد إقالة حسام البدري بالاداء السيء لمنتخب مصر اللي كان لهويته لا بيدافع ولا بيهاجم ولا بيلعب اساسا، والقرار ده اجمع عليه جماهير الاهلي قبل جماهير الزمالك قبل الاعلاميين قبل اللي مالهمش في الكوره، تم تعيين المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش. اتمنى ان اداء منتخب مصر يتحسن في الجوله الثالثه، وان شاء الله ربنا يكتب لنا ونصعد للدور الثالث من المجموعه ده. يلا بينا بقى نبدا مع بعض احداث الجوله الثانيه ونروح للمجموعه الاولى. اول لقاء في الجوله الثانيه هيبدا يوم الاثنين 6/9/2021. منتخب جيبوتي هيستضيف منتخب النيجر، وبعد ما جيبوتي بتتقدم 1-0 النيجر بتمطرها باربع اهداف وينتهي اللقاء بفوز النيجر 4-2. المباراه الثانيه هتتلعب يوم الثلاث 7/9/2021، منتخب بوركينا فاسو بيستضيف منتخب الجزائر الشقيق، والجزائر بتتقدم 1-0 لكن بوركينا فاسو بتتعادل معاها، ومنتخب الجزائر بيهدر فرصه كبيره ان هو يفوز وبينتهي اللقاء بالتعادل 1-1. وبكده تنتهي الجوله الثانيه من المجموعه الاولى بتصدر منتخب الجزائر وبوركينا فاسو المجموعه برصيد 4 نقط، وراهم منتخب النيجر في المركز الثالث برصيد 3 نقط، ومنتخب جيبوتي في المركز الاخير برصيد ولا نقطه. الجولة الثانية للمجموعة الثانية، أول مباراة فيها هتكون يوم الثلاث 7/9، منتخب زامبيا بيستضيف منتخب تونس الشقيق اللي بيفوز عليه منتخب تونس 2-0 وتونس ما بتفوتش الفرصة. ثاني مباراة في نفس اليوم منتخب غينيا بيستضيف منتخب موريتانيا الشقيق وبيفوز منتخب غينيا 1-0. وبكده بتنتهي الجولة الثانية للمجموعة الثانية بتصدر تونس المجموعة برصيد 6 نقط. منتخب غينيا ومنتخب زامبيا في المركز الثاني والثالث برصيد 3 نقط، واخيرا منتخب موريتانيا الشقيق في المركز الاخير برصيد ولا نقطه. المجموعة الثالثة وأول مباراة في الجولة الثانية هتتلعب يوم الاثنين 6/9/2021. جمهورية أفريقيا الوسطى هتستضيف منتخب ليبيريا اللي بيفوز عليها 1-0. المباراة الثانية يوم الثلاث 7/9/2021، منتخب الرأس الأخضر بيستضيف منتخب نيجيريا، والرأس الأخضر بتعمل مفاجأة وبتتقدم نيجيريا 1-0 لكن نيجيريا بتتعادل وبتفوز 2-1. وبكده تنتهي الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بتصدر نيجيريا المجموعة برصيد 6 نقط. في المركز الثاني منتخب ليبيريا برصيد 3 نقط. الرأس الأخضر وجمهورية أفريقيا الوسطى في المركز الثالث والرابع برصيد نقطة.
المجموعة الرابعة وصدام ومباراة قوية جدا ما بين منتخب ساحل العاج كوت ديفوار واللي بيستضيف منتخب الكاميرون. ويعني المباراة دي كانت فعلا مباراة قوية وهتحسم الصدارة، هتتلعب يوم الاثنين 6/9 وساحل العاج بتفوز على الكاميرون 2-1. يعني مباراة فعلا كانت غاية في القوة، ويعني ان المجموعة تكون فيها منتخب الكاميرون وساحل العاج فده بيدل ان المجموعة دي مجموعة قوية. تاني مباراة في نفس المجموعة تتلعب يوم الثلاث 7/9 منتخب مالاوي بيستضيف منتخب موزمبيق وبيفوز عليه 1-0. وبكده تنتهي الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بتصدر منتخب ساحل العاج المجموعة برصيد 4 نقط. وراها منتخب الكاميرون في المركز الثاني برصيد 3 نقط، منتخب مالاوي في المركز الثالث برصيد 3 نقط، واخيرا منتخب موزمبيق في المركز الرابع برصيد نقطة. المجموعة الخامسة وأول لقاء في الجولة الثانية هيتلعب يوم الأحد 5/9/2021، منتخب رواندا بيستضيف منتخب كينيا وبتعادلوا مع بعض 1-1. تاني لقاء هيتلعب يوم الاثنين 6/9، منتخب أوغندا بيستضيف منتخب مالي وبيتعادلوا مع بعض بنتيجة سلبية 0-0. وكده تنتهي الجولة الثانية للمجموعة الخامسة بتصدر مالي المجموعة برصيد 4 نقط، منتخب كينيا وأوغندا في المركز الثاني والثالث برصيد 2 نقطة، وأخيرا منتخب رواندا في المركز الأخير برصيد 1 نقطة. المجموعة السادسة مجموعة منتخب مصر، وأول لقاء هيتلعب يوم الأحد 5/9/2021، منتخب الجابون بيستضيف منتخب مصر. اللقاء يعني اللي كان سبب غم على المصريين، الجابون بتتقدم 1-0 لكن مصطفى محمد بيتعدل لمصر وبينتهي اللقاء 1-1. ويعني بيتم إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر، وإن شاء الله ربنا عوض علينا في الجولات القادمة. أنجولا بتستضيف ليبيا، ليبيا ما بتفوتش الفرصة وبتفوز عليها 1-0. بكده تنتهي الجولة بتصدر ليبيا المجموعة برصيد 6 نقط، مصر في المركز الثاني برصيد 4 نقط، الجابون في المركز الثالث برصيد 1 نقطة، وأنجولا بتتزايل المجموعة برصيد 1 نقطة. المجموعة السابعة واللقاء قوي جدا يوم الاثنين 6/9/2021، منتخب جنوب افريقيا بيستضيف منتخب غانا وبيفوز عليه 1-0، اخطاء تحكيمية بالجملة وفرص ضياع. وبكده منتخب جنوب افريقيا بينتزع الصدارة من منتخب غانا. اللقاء الثاني هيتلعب يوم الثلاث 7/9/2021، منتخب اثيوبيا بيستضيف منتخب زيمبابوي وبيفوز عليها بنفس النتيجة 1-0. وبكده بتنتهي الجولة الثانية للمجموعة السابعة بتصدر منتخب جنوب افريقيا وانتزاع الصدارة من منتخب غانا برصيد 4 نقط، غانا في المركز الثاني 3 نقط، وراها منتخب اثيوبيا برضه في المركز الثالث برصيد 3 نقط، واخيرا منتخب زيمبابوي في المركز الرابع برصيد 1 نقطة.
المجموعه الثانيه واول لقاء فيها هيكون يوم الاحد 5/9، منتخب توجو بيستضيف منتخب ناميبيا وبيفوز منتخب ناميبيا 1-0. تاني مباراه هتتلعب يوم الثلاث 7/9، منتخب الكونغو بيستضيف منتخب السنغال وبتفوز السنغال 3-1، وكده تنتهي الجوله دي بتصدر السنغال المجموعه برصيد 6 نقط. وراها في المركز الثاني منتخب ناميبيا برصيد 4 نقط، منتخب الكونغو في المركز الثالث برصيد نقطه، واخيرا منتخب توجو في المركز الرابع برصيد ولا نقطه. المجموعة التاسعة وأول لقاء في الجولة الثانية، مفروض منتخب غينيا يستضيف منتخب المغرب لكن تم تأجيل المباراة بسبب أحداث الانقلاب اللي حصلت في دولة غينيا. المباراة الثانية هتتلعب يوم الثلاث 7/9، السودان بيستضيف منتخب غينيا بيساو، وغينيا بيساو بتفوز على السودان 4-2، وبكده تنتهي الجولة بتصدر غينيا بيساو المجموعة برصيد 4 نقط. المغرب في المركز الثاني 3 نقط وتأجل لها مباراة، غينيا في المركز الرابع برصيد نقطة ومتأجل لها مباراة، منتخب السودان بيتزايل لمجموعة برصيد ولا نقطة، ويعني نأمل إن شاء الله إن منتخب السودان يحسن أداءه وإن شاء الله منتخب المغرب يفوز في اللقاء المؤجل. المجموعة العاشرة والأخيرة أول لقاء في الجولة الثانية هيتلعب يوم الاثنين 6/9، منتخب بنين بيستضيف منتخب الكونغو بيتعادلوا مع بعض 1-1. اللقاء الثاني هيتلعب يوم الثلاث 7/9، منتخب تنزانيا بيستضيف منتخب مدغشقر وبيفوز عليه 3-2، وكده تنتهي أحداث الجولة الثانية للمجموعة العاشرة والأخيرة بتصدر منتخب تنزانيا المجموعة بأربع نقط، منتخب بنين في المركز الثاني 4 نقط، الكونغو في المركز الثالث برصيد نقطتين، منتخب مدغشقر في المركز الأخير برصيد ولا نقطة. كده تنتهي احداث الجولة الثانية لكل المجموعات. ان شاء الله الجولة الثالثة هتبدأ يوم 6 اكتوبر 2021، في لقاء مهم جدا، منتخب مصر ان شاء الله صديق منتخب ليبيا شقيق، ربنا يكتب لنا الفوز باذن الله. ارجو ان الناس ما يكونش فيه تعصب، يعني الفوز ان شاء الله يكون مكتوب لمنتخب مصر، اتمنى ذلك، والليبيين بيتمنوا ان منتخب ليبيا يفوز، احنا كلنا اشقاء، وان شاء الله باذن الله مصر تصعد او ليبيا ان شاء الله. إن شاء الله باقي المباريات هتكون وفقا للجدول التالي.
وفي النهايه اتمنى الحلقه تكون عجبتك، وان شاء الله بعد انتهاء الجوله الثالثه هيكون لنا لقاء مع احداث الجوله الثالثه باذن الله. ما تنساش تشترك في القناه وتضغط على زر الاعجاب وتفعل الجرس وتشارك الحلقات. ان شاء الله الحلقه القادمه هتكون ممتعه. كان معكم بلال مصري، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.